عينه ما بقول عوضت الفوضى لازم يعاد اجراءات يعاد النظر يعاد النظر يعاد النظر وكلمت احمد بيزن مشكورا الراجل قال لي هات لي ارقام القضايا بس نعمل نقض واستعجل لي النقض طب هنستعجل نقض والنقض بيقعد دلوقتي الناس بتقعد في النقض ده 7-8 سنين وعشان بيبقى هو محبوس جوه بياخد له سنه طب العيال تتعذب بقالهم سنه دلوقتي يا حماده ده المشكله ما المشكله احنا عايزين سنه تاني هم فاكرين ان احنا بره مش ساكتين يعني ساكتين برضه هم حاسسهم قوي ان هم كانوا معانا واصلين واثنين اتاخدوا وثلاثه اتاخدوا وما يفرحوش معانا دلوقتي يعني فاكرين ان بعد 30 دقيقه اللي احنا متنا عشانها واتحبسنا عشانها واتبهدلنا عشانها والله يا عمرو بيه الكلام ده يعني انا عايز حضرتك تتبنى الموضوع ده بمجرد شخصيه منك تمام وتكلم فيها رئيس الجمهوريه يا يدي لهم عفو رئاسي وهو في ايده العفو دلوقتي لسه القانون الجديد بتاع الدستور الجديد ما طلعش لا و6 اكتوبر اهو ودول ثلاث ايام والله العظيم من اشرف وانبل الاولاد الثوريين في مصر واحمد دايما يا حاج واحد عنده 17 سنه يعني 17 سنه يتحط في السجن يخرج مجرم تاني كم واحد كلهم 55 لا 1350 ككل انما اللي حكم جنائي 3600 قواضي اللي هي ايه مفتوحه تمام احكام حوالي 55 واحد محكم عليه حكم جنائي تمام بقواضي ملفقه يعني حماده بص يا عمرو بيه بص حماده لما لفقوا له عربيه السلاح كان المفروض حماده مش معانا دلوقتي يعني لو قاضي يعني لو عادل عبد السلام جمعه ما كانش فعلا مراضي ضميره مع ربنا وادى للولد ده براءه وقاضي تاني اخوان كان طاسه 15 سنه وكان برضه حماده بنجري وراه دلوقتي وغير حماده يعني وكان ده معاه في القضيه وانا كنت معاه في القضيه ومعظم اللي كانوا موجودين في الميدان كانوا معاه في قلب القضيه. انا عايز اقول ان الداخليه كانت فعلا بتخدم على الاخوان المسلمين تلت السنه اللي فاتت وينكر ده جاحد. اللي هو معاهم يعني. لا هو الكلام نقطه الحين منطقيه انه كل اللي حصل في هذا الوقت كان باسم الاخوان ولصالح وبصرف النظر هم موجودين ومش موجودين. طبعا. ده عمل ولا ما عملش بياخد اللي يقدر عليه وطبعا ده وبالتالي لما انا هقول لحضرتك حاجه السبب حكم يعني حبسه الاولاد دي الاخيره الاولاد دي كنا احنا مجموعه مثلا بتاع 50 فرد مثلا كنا قاعدين في الميدان ساعات فاكر انت صندوق النقد الدولي وهشام قنديل لما نزل بيهم وعرفهم ان هو ان مفيش حاجه في البلد والدنيا فيها استقرار ضربته بالجزمه والشباب ظبط. تاني يوم بنزل بيان بصورتي قله خارجه عن القانون تعترض موقف رئيس الوزراء من رئاسه الوزراء تمام قله خارجه عن القانون تتعدى على موقف رئيس وزراء مصر من بعد البيان دوت وبدا محمد غريب يشتغل ده يتمسك يتلفق له القضيه يتمسك في اي مكان يعني في ولد فيهم ممسوك في اسكندريه قالوا ممسوك هنا في اصل ممسوك هنا وما مش ماموريه مخصوص طلعت جابته من اسكندريه عامله كما وانه كان قاتل السادات ماموريه مخصوص فيها بتاع 40 واحد كلهم ملثمين 65 واحد دخلوا علينا الشقه دخلوا الشقه نام يا ابن 60 مش عارف ايه ويا ابن 70 ايه وضربوا الاطفال الصغار اللي كان معانا ما عدوش سن 17 سنه كل ده ليه طالعين يدوروا على اثنين حضرتك كنت واحد منهم وكان تحت والبيبيسي كان فوق ما لقوليش فبيسالوه انت مين؟ قال لهم انا احمد البيبيسي قال طب تعالى انت معايا في نص القضيه ده مش منظر واحد ده القضيه بتاعتي انا دي ولا هو منظر واحد ارهابي ده اكتر من احمد بيبيسي ده نجم سينما خلي بال حضرتك نبك ولد جميل قسما بالله نجم سينما الاسماء دي كلها بص والله العظيم راحت لي ثلاث مرات مره هو الدكتور حسام والدكتور حسام كل بص والخالد يوسف ليه الدوله؟ السيسي نفسه عنده كشف بس مش فاهم في ايه يعني هو الموضوع ايه انا بقيت حاسس دلوقتي ان القضايا دي مفتوحه انا عندي قضيتين مفتوحين لسه او في شباب وناس كتير قوي انا بقيت حاسس دلوقتي ايه تمشي كده ولا انا نشغل الدفتر انا بقيت حاسس كده يعني هو بقى التخوف من كده طب ايه مش طب الناس اتصلوا انا طبعا انا مش الدوله لا انا رئيس وزاره ده مش رئيس انا مش الدوله لا الدوله معايا اتنين بس احنا بس احنا شايفينك ثواني على سؤال اتفضل احنا شايفينك دلوقتي الدوله عشان بتسمعك الموضوع اسمع لانه الحقيقه اللي حصل ده ضروري من وضع حد له واصلاح الصوره كلها
لأن اللي حصل في السبب واللي اتهم واللي انضرب واللي مات واللي انجرح واللي ما حدش حصل ده لابد من حد النظر ده بالمنطق. بالمنطق ده كان وقت الإخوان سنة الإخوان كانت سنة سودة زي ما كلنا عارفين. على فكرة احنا ممكن بكرة نعمل أعمل مسيرة مثلا في 10,000 واحد واجي واحد طالع على وزارة الدفاع اطلع لو عدل منصور مش هحل اطلع على الاتحاد مثلا بس انا مش عايزين برضو الاخوان يستغلوا الكلام ده ونقعد بقى ايه ده انتوا مش طابور خامس وطابور سادس وطابور طلعونا عيالنا لا لا خلاص احنا دلوقتي عايزين نظبط الامور نظبطها منها هذا الكلام فانا هطلب الجماعه اللي انتوا طلبتوه لانتوا اقول لهم ايه اللي حصل مش عايزين تطلعوا الشباب ليه وبعدين تيجي تسمع لا لا استنى ممكن وزير الداخليه يرد عليك يقول لك دول عيال بلطجيه اولاد كلب وكانوا بيفتشوا الناس اقسم بالله العظيم دول ما بلطجيه دول من انقى الصور اللي كانوا في ميدان التحرير ودول اللي طردوا هشام قنديل في موجب وهم دول اللي وقفوا الضغط بتاع الفن بيتكلم وزير الداخليه عشان خاطر اول ما قال له عدي الدنيا ابعد عن ده يا جورج يعني عارف اللي هو ايه كانوا عايزين يعملوا عازل هم بيعملوا عازل على الشباب يعني محمد ابراهيم ده مش هينضف وانا قلت له قبل كده قلت له خش قلت له انت يعني للاسف انت وزير كل الانظمه اخوان تيجي وعايزه يساعدك